عدنا من جديد. الفخارة فتحت عليها الغطاية صراحة، بدي إياها تاخذ لون، ورح تشوفوا كيف ضل لون الدجاج غير شكل ولونه واضح صراحة. وهلأ رح يتحمر على درجة حرارة الفخارة. خلينا نشوف المقادير وبعدها مباشرة بنكمل إن شاء الله باقي طبق السلطة. يلا مقادير على الشاشة. لتحضير سلطة دجاج مشوي بدنا الدجاج، عشان نحط دجاج للسلطة بدنا صدر دجاج مسحب، بدنا زيت نباتي، ملح وفلفل، بابريكا، وبهار دجاج. هذا وين؟ على صدور الدجاج المسحبة. السلطة رح نحط ذرة معلبة، رمان فريش، خس مقطع، بقدونس مفروم، مخلل الخيار مقطع مغسول منيح عشان ملحه، وبالأول وبالآخر تحطي جزر مبروش، وانتي حرة. اللي ما بتحبي من المقادير ما تحطي، أو بدك تزيدي بصير طبعا. الدريسنج هو عصير ليمون، زيت زيتون، فينيجر بلسمك أو خل البلسمك المعطق، والملح. خل البلسمك في منه مالح، في منه مش مالح، زاكي وكتير جدا جدا طيب على السلطات. إذا ما بتعرفي أنا وظيفتي أدلك عليه، لأنه صراحة إشي كتير زاكي. زمان كان كتير غالي، يعني القنينة بتاعت الخل توصل 9 و10 و15 و18 بعض الأنواع الأجنبية، ولكن الآن صار زيه زي علبة خل لأنه صار في أنواع أردنية. تمام؟ بالإضافة إلى منتجات كتير أجنبية على فكرة، عبت الأسواق وسعرها أبدا مش غالي. هلأ إحنا لصحن السلطة رح نجيب الخس المقطع، الذرة المعلبة، الرمان الفريش، المخلل اغسليه كتير منيح خصوصا إذا كان شغل البيت، يعني أنا ما بضمن هذا، أنا بجيبه من السوق صراحة خصوصي للسلطات، برجر، شاورما، يعني بحب طعمه. بقدونس، وكمان رح نجيب الجزر المبروش. هلأ بدنا نحركهم مع بعض، بصير في عندي خلطة جاهزة من الخضار. هلأ رح نعمل لها التتبيلة، والتتبيلة ممكن أنت تخلطيها معاهم وممكن تكون جانبية، هذا إشي برجع لك أكيد. وصارت في عندي الخضار جاهزة. ممكن تخلطي معاها الدجاج المقطع المشوي، بس بتشتش على الوجه كتير أطيب وبضل مأحمش وأحمشته فيه. هون عندي الخضار صارت جاهزة. هلأ بدي أتبل صدور الدجاج. صدور الدجاج رح نجيب صدر دجاج مسحب. البهارات طبعا انتي اللي بتحب تبهري في الدجاج، رح أعمل لك إشي هيك يعني مجازا، أحط لك عليه شوية كركم لونه بضل حلو، تحبي شكله وبلمع. ملح وفلفل، بابريكا، هي البهار دجاج براحتك يعني اللي بتحبي، وهي فلفل أسود، بابريكا خشنة. يا سلام. نجيب شوية زيت نباتي، فينا بالفرن وفينا بمقلاية غير لاصقة أو بالجريل. وما رح أنسى بهار الدجاج من إسناد. وصباح الخير يا أم أشرف. الله يسعد هالصباح الحلو ويسعد هالصوت اللي بجنن. الله يسعدك يا رب وين ما كنت، الله يسعدك والآيلة، الله يسعدك جميعا إن شاء الله. الله يرضى عليك يا أشرف. الله يسلمك. بدي أسألك شف علا. خدمتك تفضلي. شو أحسن نوع رز للتنحيف؟ شو نوع إيش؟ الرز. في أنواع رز بالسوق. هلأ شوفي، الرز رز والرز كربوهيدرات. إحنا عشان بدنا ننحف بدنا نقلل الحصة، هذا هو المنطق اللي بيتفق عليه الجميع، إن كان شخص متخصص في الطب أو في التغذية أو حتى شيف. فإحنا لازم نقلل الحصة اللي بدك تاخديها من الكربوهيدرات والنشويات، هذا أول إشي إحنا بدنا نتفق عليه. تاني إشي سؤالك في مكانه، لأنه في أنواع بالأسواق هو نوع رز مضروب بالبخار، قشرة الرز على الثمرة طارت فضل عندك الثمرة لحالها، حبته اكسن 3 اكس لارج هيك بتوصل حبة، يعني بتحسيه من كتر ما هو خفيف كأنك انت بتشعر انه هو مش رز بس هو رز. ف
ففي انواع، يعني سؤالك بمكانه صراحه عشان احنا نكون واضحين. تبلنا الدجاج شويناه بالفرن بالمقلايه بالجريل اللي بدك اياه، بعدين قطعته بهالطريقه لحتى كمان اقدم لك اياه بالشكل النهائي على صحن سلطه مرتب. ونقي زي ما اتفقنا دائما، نقي صحن سلطه مختلف الوانه لحتى يبين لك كل الالوان اللي انت حطيتها. شايفه ما احلام جنن. وكمان الدجاج من جوا ما نشف، رغم انه احنا كلنا بنعرف انه صدور الدجاج هي اللي ما فيها دهون. شوفي هاي. صباح الخير يا دارين. نوري كيف حالك؟ اهلا بالحلوين. اهلا فيكي، صباح الخير، صباحك ورد وفل وياسمين. الله يسعد هالصباح ما احلى. حبيبتي الله يسعدك. قولي. والله انا حبيت اول شيء اعيد عليكي بال بالإسراء والمعراج غدا إن شاء الله. ما هو أنا بس شفتك صراحة خلاص بطلت أجمع. انعجقتي. حبيبتي الله يسعدك حبيبتي، وأنا بتشكرك على الأكلات الزاكية اللي تعمليهم. قولي لي شو عملتي منهم، شكلك شاطرة وإلك نفس إحساسي يعني. صح إنك شاطرة؟ يعني شاطرة لا شاطرة ونص، مين قال غير هيك أصلا؟ الله يسعدك حبيبتي، ما هو مرات بحس الشغلات صعبة وهيك فبخاف. عادي نتعلم وأنتي قدها يا قمر. قولي لي حبيبتي الله يسعدك، أكثر إشي عجبك انعرض على شاشة التلفزيون الأردني شو هو؟ يعني هو في شغلات كثير لو بدي أعدلك ما أصلا. شو كمان؟ الله يسعدك، شاورما والأكل هاي تعمليها بس احنا بنحب يعني الشاورما اصلا، احنا بنحب الشاورما مش ملحقين على اولادنا. والله كثير زاكيه حبيبتي ان شاء الله بالهنا والعافيه، تمدي الاكل بالهنا والسعاده يا قمر من تحت ايديك الحلوين. شكرا على اتصالك الجميل واهلا وسهلا وصباحك سعيد دائما. وجبه مشبعه وزاكيه ولطيفه وغنيه كمان، خلينا نقول غنيه بالنكهات وغنيه بالقيمه الغذائيه. وهيك يا ستي الحلوين رح ننزل عليها كمان شوية رمان. شوفي ما ألطفها وما أطيبها إن شاء الله يا ربي بالهنا والعافية على قلوبكم دايما. يا عامر صباح الخير. صباح النور. أهلا يا عامر حياك الله. صباح الخير. بخير شاف عودة عامر، بصوت التلفزيون وحكي معي من التليفون عشان صوتك ما يرجع عندك. يلا قول كيف حالك يا عامر؟ نعم شوف على. الله يسعدك ويعافي قلبك، من وين تحكينا يا عامر؟ من نعرون سربد الشمال. اهلا وسهلا وميت مرحبا بالغوالي، اهلا وسهلا. بديك على اكلات الزاكيه. الله يسعدك طول عمرك يا رب. اهلا فيك يا عامر دائما وسلامنا للاهل. يلا رح نعمل الدريسنج هذا. أنا ما بحب أجيب أشياء صعبة ولا بحب أشياء أجيب أشياء غالية ولا بحب أشتغل بإشي ما بنعرفه، ولكن ضروري إنك تنقلي على هذا الخل اللي ما بيعرفوه. عصير ليمون كمان رح أحط فينيجر بلسمك أو خل البلسمك ومالح. طبعا بصير عصير الرمان بيزبط، بس بشرط عصير الرمان بيعطي مرار إذا كان نوع البزر الداخلي حسب نضوج حبة الرمان، وإذا عصره مع اللب الأبيض فديروا بالكم بيعطي مرار. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. أم عبد الله هلا فيك، هلا شلونك؟ يا هلا يا هلا، نورت بالحلوين، أهلا وسهلا. الله يسلمك إن شاء الله. أنا بحب الصراحة أكلات كثير حلوة ويعطيك ألف عافية. أم عبد الله من وين تحكينا؟ أنا والله من الكويت بس جاية زيارة هني الأردن. كيف أنا أسمع الصوت الحلو؟ أنا عارفة إنك مش من الأردن. أهلا وسهلا بالشعب الطيب، الشعب الكويتي شعب كريم جدا وشعب مضياف. أهلا وسهلا. الله يسلمك، تسلمين يا عمري. وبصراحة جربت كثير من أكلك، آخر طبختين عندك سويتهم اللي دجاج مع البطاط والكريمة. نعم، كيف الأمور؟ والله حلوة، وفتت البطاطا الحارة بعد حلوة. وانتي بعد حلوة. تسلمين يا ربي، مشكورة. يعطيك ألف. حضرتي حلقتنا لما عملنا المطبق الكويتي؟ بدي تقولي لي صح ولا غلط. لا حضرتها. ايه زابطة الأمور، الوصفة صحيحة. لا لا يعطيك العافية والله. الله يسعدك طول عمرك ست الكل، وأي إشي بالأردن إحنا بالخدمة جاهزين.
تسلمين يا عمري، مشكوره ويعطيكم الف عافيه انت والطاقم الكسر كله اللي معك. اشكرك ستي كل الكل عم يسمعك اكيد، واحنا بالاول وبالاخر هون كلنا موجودين لخدمه الطيبين. حياك الله، الله بالاردن وترجعي على بلادك سالمه ان شاء الله. الله يسلم عمرك، مشكوره يا عمري. يا هلا، ميت مرحبا. يلا رح ناخذها مكانها ونطير نسلم على كل شركائنا الافاضل بمطبخ التلفزيون الاردني. مش منتجاتي بحكي عنها، هي منتجات أنا عن نفسي بتفش قلبي. أولاً منتج أردني بكل فخر، إن كان معكرونة أو نودلز لجوستو، إن كان طحين الجمل، اسم أردني عمره 52 سنة بالسوق، بتورد وبتصدر لمختلف دول العالم. يعني هذا إشي مفخرة بالنسبة لنا كشفات وبالنسبة للبلد كمنتجات. فالله يقويكم دائماً كل الشركات الأردنية والتجار، ويأخذ بيدهم ويضلوا دائماً بيعكسوا صورة حلوة عن بلدنا الكريم بكل خيراته. بدنا نسلم على بهارات إسناد وأهلنا بالسعودية كمنتج سعودي بحت، منتج سعودي فخم جداً من بهارات إسناد وخلطاتها. أكثر من 100 صنف دخلوا الأردن وتوزعوا بمختلف المحافظات وليس فقط في العاصمة، بالإضافة إلى قهوة نجدية، القهوة فنجان القهوة السادة اللي هو يعني هو وسام فخر لأهل السعودية، لكل بلاد الشام ودول الشرق الأوسط عامة. فنجان القهوة السادة وحبة التمر هدول إحنا أساسي في بيوتنا. قهوة نجدية للي ما بعرفها هي قهوة سعودية شقراء أو قهوة خضراء بنكهة الهيل والزعفران، مغلف واحد على الدلة ودعيلي، إشي بشهي.